إنيستا 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 الرسام الذي ظلم وظلمته المستديرة وظلمه ميسي وكريستيانو رونالدو. هذا اللاعب على الأقل عنده بلندور. هذا اللاعب تلف الدور، حاول تقنعني من اليمين ليسار ما تقنعنيش. هذا اللاعب كان يستاهل في مشواره بلندور. بلندور مش مزية، ليس فضل، ليس منا، بل استحقاق. من أين لنا بإنيستا آخر عندما يعتزل؟ أسألكم أجيبوني، أرجوكم أجيبوني، من أين لنا بإنيستا آخر في عالم كرة القدم عندما يقرر الاعتزال؟ لا يريد أن يستبدل القميص، لديه قلب واحد يخفق بحب برشلونة. يا جماعة الخير، هذا اللاعب الوحيد اللي تشتاق لحضوره في عز حضوره. إنيستا هو اللاعب الوحيد اللي تشتاق لحضوره في عز حضوره، في عز توهجه، يجعل من الصعب سهلا. جميلة ممتعة، هو يصنع الكرات ويأتي بقالب من الحلوى يقدمه بصورة جميلة للزملاء سواء في برشلونة أو في المنتخب الإسباني. إنيستا، ما هذا؟ ما أروعك، ما أروعك، أقولها لك يا إنيستا، ما الكورة بتاع إنيستا بسهولة المراوغة، الكابيتانو يبدع مرة أخرى، مرة أخرى لوبيز، هبط راسك ليه؟ ارفعه ما تخافش، ارفعه ما تخجلش، اللي راوغ بيك راهو المعلم هذا، أندرياس إنيستا، لا تخجل يا ولدي يا لوبيز. مكانك من قلبه والقلب كله، فليس لشيء فيه غيرك موضع، هكذا يقول كل برشلونة. إنيستا كل شيء، الحب كله حبيته فيك. مالا إنيستا، مالا إنيستا، مالا إنيستا، مالا إنيستا، مالا إنيستا، مالا إنيستا، أنت ليس موهوب، أنت قمة الموهوبين. ما أكثر ما حمل الكؤوس، وما أكثر ما حمل الألقاب، وما أكثر ما أسعد الإسبان، ما أكثر الإسبان حين تعدهم، ولكنهم في النائبات إنيستا، ولكنهم في النائبات إنيستا. نعم، ما أكثر ما حمل الكؤوس، وما أكثر ما رفع الألقاب، هذا يحدث الآن طبعا مع إنيستا. Thank you.